في عندك ضيفة سيد بارش عم تستنى بالصالة وقالت ما في موعد مسبق. مين؟ فريدة تشيلان. طيب خليها تتفضل. ماشي أمرك. تفضلي. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا فيك. تفضلي ارتاحي. لا تأخذني إجيت هيك بدون موعد، بس حبيت شوف المكان اللي عم تشتغل فيه عزراء. ولا يهمك. أهلا وسهلا فيكي مرة تانية. شو بتحبي تشربي ست فريدة، شاي ولا قهوة؟ شاي بيكون منيح. وأنا كمان. ماشي تكرمه. كيف حضرتك؟ منيحة. احتمال نكون تعرفنا على بعض من قبل، بس أنا حاسة كأني عم شوفك لأول مرة. ولا يهمك، عندي علم بمرض حضرتك. أول شي بدي أشكرك لأنك وثقت بعزراء وخليتها تشتغل عندك. عن جد شكراً لك. عزراء بنت شاطرة وغالية على قلبي كتير. إنسانة طيبة وبتعمل شغلة على أصوله وبأحسن طريقة. هي هيك فعلاً. قالوا لي أنت ابن عمة لهولي. صحة وهنا. شكراً إليك. ايه مزبوط. الست هوليا ما كانت تحكي لنا عنك ابدا، مشان هيك تفاجأت. كنت عايش بمدينة تانية مع بنتي، ولما كبرت ودخلت على الجامعة رجعت لهون مشان. بجوز لهيك ما صار مناسبة تحكي لك عني. اصلا مالنا كم شهر راجعين. حتى من زمان ما التقيت مع هوليا لاني كنت عايش بمدينة بعيدة. ومريت بفترة صعبة كتير. وقتها ما حبيت شوف حدا تاني غير عيلتي، بعدت. وبالأخير اكتشفت إنه تصرفي غلط، وهلأ صار وقت صلح يلي صار، ولهيك رجعت لهون. أوقات بيضطر الإنسان يرجع خطوة لورا حتى يقدر بعدين يمشي لقدام ويكمل حياته. انمسحت سنة من ذاكرتي ونسيتها، وعم استنى اليوم يلي رح أرجع فيه مثل حضرتك. ما بعرف كيف كانت علاقتنا بالماضي، بس واضح إنه رح نتفاهم كتير أنا وياك. بظن هيك كمان. أنا ما بدي عطلك أكتر من هيك. ست فريدة، ست فريدة، أنت منيحة؟ منيحة، منيحة. يمكن وقفت بسرعة مشان هيك دخلت. بسيطة، بسيطة، عادي وارتاحي شوي. لا تواخذني شغلتك فيني، عطلتك عن شغلك وأخذت من وقتك. لا لا، ارتاحي ولا تشغلي بالك، أصلاً ما ضل عندي شغل اليوم. رح أطلب مي بسرعة وارجع. ممكن تجيبي لنا مي؟